هذه المحطة نضالية هي جات بعد عدة محطات نضالية اللي كانت فيها اعتصامات، وكنا استمرينا واحد المرة لثلاثة أشهر متوالية، ولكن للأسف الشديد أن هذه الفئة من الطبقة الشغيلة اللي تابعة للبريد، والبريد مازال كيتنكر لها، ومازال البريد ما يعني لم نجد أذان صاغية لتسوية هذا الملف لعمرة أكثر من ثلاث عقود من الزمن. ونحن نتقاضوا الأجر لا يتعدى 500 درهم للشهر، رغم أننا نؤدي جميع الخدمات التي يؤديها بريد المغرب في ربوع المملكة العزيزة، محرومين من جميع الحقوق الاجتماعية، لا تقاعد، لا تغطية صحية، لا إجازات، لا عطل سنوية، لا والو، رغم أن نحن مقيدين بواحد الوقت ديال 8 ساعات اللي كنخدموها يوميا، وكيزورنا حنا المفتش وكنتسجل الغياب ديالنا وكل شيء، ولكن للأسف الشديد أن الإدارة كما قلت لك لا زالت لم تلتفت لهذا الموضوع، هي تنهج سياسة الأذان الصماء، وهذا الملف راه وصل للمسؤولين كاملين وراه كان على نطاق واسع، وكانت الصحافة اللي عطاته واحد الإشعاع كبير. نحن نتساءل وبإلحاح شديد وبإلحاح كبير، لماذا لم تتم تسوية هذا الملف الذي عمر أكثر من ثلاث عقود من الزمن، رغم أنه وصل لجميع المؤسسات الدستورية، وصل لجميع الوزارات، وصل لجميع القطاعات المعنية والوصية، وكانت وقفت قدام إدارة الوصية اللي هي إدارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وكانوا حوارات ولكن لم تجدي، وللأسف لم تعطي نتائج إيجابية لصالح الطبقة الشغيلة اللي كتعاني، كتقدم خدمات جليلة في أعالي الجبال، كتقدمها في مناطق نائية، وهذه الطبقة اللي كتشتغل ب 500 درهم اشنا هي 500 درهم؟ واش يقريو بها الوليدات؟ واش يعيشوا بها؟ واش يخلصوا بها الكرا؟ اشنو غدير هاد 500 درهم؟ هذه وصمة عار ستبقى على جبين بريد المغرب طوال الحياة. الان كنتواجدوا في الساحه ديال المديريه العامه ديال البريد من طبيعه الحال باش نجيو نحتجوا هنا على الوضعيه المزريه ديال مسيري وكاله البريديه القرويه في المغرب، ورغم النضالات اللي كانت منذ سنتين لحد الساعه للاسف الشديد الاداره دارت اذان صماء، ومن طبيعه الحال نحن سنستمر في هذا النضال الى غايه تحقيق الاهداف المنشوده ديالنا، والمطالب المشروعه ديالنا بسيطه هي الحد الادنى للاجور على الاقل، والحقوق الاجتماعيه ومن طبيعه انصاف جميع الفئات اللي فيها المسنين، فيها المطرودين، وفيها الناس الجداد حتى هما، والعدد الاجمالي اللي كاين في المغرب لا يتفاوت 500 وكاله اللي هي قليله، واللي يمكن الدوله المغربيه باش تتدخل، ومن طبيعه الحال اللي فيها القطاع الوصي على 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 اداره بريد المغرب، وكنشدوا كذلك المسؤولين كلهم على راسهم رئيس الحكومه اللي هو رئيس المجلس الاداري باش يحاول يعني يلصق مع القطاعات الاخرى كالقطاع الوصي ومع المديريه العامه للبريد باش يحلوا هذا المشكل الطارئ منذ ثلاثه عقود.